اختار مناضلو جبهة التحرير الوطني في العاصمة اليوم رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج البحري ناصر بن شابي ليكون مرشح الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة في 29 ديسمبر القادم، وذلك بعد معركة انتخابية امتدت لدورين وبعد تقارب النتائج في الدور الأول بين ناصر بن شابي ومحمد رضا جواهرة رئيس بلدية الرويبة. حمزة كحال رصد التالي. هي انتخابات شفافة، انتخابات نظيفة، ما فيهاش الشكارة، ما فيهاش بن عميس. فانا من دار البيضاء يفوتوا علي في بوزريعه في الشراقه في حسين دايت. فانا اشكر كل المنتخبين على مستوى المحافظه، ونتمناو ان شاء الله تكون النتائج لحزب جبهه التحرير يوم 29. احنا مازال عندنا الوقت ل 29، سنعمل مع المنتخبين تاعنا والناس اللي متحالفين معنا، ونستعد استعداد جيد ليوم 29 ان شاء الله يكون فائز باسم حزب جبهة التحرير الوطني.